اللوز، فيتامين او، ضروري فيتامين او الحسن، خصوصا الذكور. ها فيتامين او موجود في اللوز وموجود في الزريعه، حبه الشمس، بذور الشمس. فيتامين او ضروري، هو اللي كيخرج الشيب ديال الذكر وكيكون اللي كيعطيه الهرمونات ديال الحيوانات المنويه، هو فيتامين او. هو ان شاء الله حكم مع شي حاجه ديال الكالسيوم، حجره الحبه. نعطيهم شي حاجه كريم ستاهم هنايا، تين هي مزروب، ما يخصني ندهن لها شي حاجه الزويت كحله، خصها شي حاجه الزويته كحله، التيني والزيتون. مابقاش نعطيها لهم سيك، مابقاش الطبيعه ما كياكلش الزيت كحله بالتين هو، ولهذا حنا نقدموها له هيدا. كرموش صدينا اخ عبدو، كيكون فيها شي الدود كيحماق عليه الحسونه. عندي فين ديك الدود فيها الجبر وخد والو، كتشلي بزاف. التيني هاي مشاعل الحيروت ويجي قلب.